يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الحد الموافق 15 يناير 2023. وصبح على زميلتي العزيزة بسنت. صباح الخير. صباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير والسعادة والهنا على كل المشاهدين اللي بيشوفونا من كل مكان. معروف أن الكتابة للطفل هي أصعب أنواع الكتابة، لأنها بتحتاج لجهد كبير جدا من الكاتب ولغة مختلفة، ولازم تبقى قصة جذابة جدا وفي نفس الوقت ليها معنى تربوي وهدف مباشر أخلاقي أو بشكل غير مباشر كمان. الحقيقة أنه كل سن ليه كده أدوات متباينة في أن إزاي بتتعامل مع السن ده، مفردات مختلفة. يعني القصة أو الكتاب اللي هيقراه اللي عنده 3 سنين غير اللي عنده 5 غير اللي عنده طبعا 10 وأكبر. اللي عنده 3 سنين عايز يشوف صور والأهل يبقوا بيحكولوا كده عنها بشكل بسيط، اللي أكبر شوية ممكن كلام والكلام يبقى كبير وواضح بخط كبير، وهكذا وهكذا. كل مرحلة بيبقى فيها أو ليها المعاني الخاصة بيها، لأن دي المرحلة اللي بتشكل فيها ثقافة الطفل ومعرفته كمان هويته. يعني التكوين الشخصي والمعرفي والثقافي للطفل ده بيتكون في سن صغير جدا. عشان كده في الحقيقة دايما معرض القاهرة الدولي للكتاب بيكون فيه اهتمام كبير جدا بالطفل، وبيكون فيه أجنحة مخصصة لبيع المؤلفات والقصص الخاصة بالطفل. والسنة دي تم اختيار الأديب الكبير كامل الكيلاني رائد أدب الطفل في مصر والوطن العربي عشان يكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، واللي هيبدأ إن شاء الله يوم 24 يناير ويستمر لحد يوم 6 فبراير. يا عبد الصمد، فعلا يا بسنت، يمكن خبر اختيار الروائي والأديب الكبير كامل الكيلاني هو خبر أسعد الكثيرين، وده لسبب إسهاماته، لأن اختياره علشان يكون شخصية معرض الكتاب السنة دي هو اختيار في محله، اختيار في منتهى الأهمية، لأن الأديب كامل الكيلاني كان ليه دور كبير جدا في تشكيل في حياة الأمر ووجدان أجيال كتيرة قوي، وكان حلمه أنه يألف أكبر مكتبة لأدب الطفل، وقدر بالفعل أنه هو يحقق الحلم ده، وكلنا كبرنا على قصصه. وهنا بقى حدث ولا حرج، بنتكلم على السندباد البحري، بنتكلم على أعمال كتيرة قوي، لكن لو هنتكلم على السندباد البحري ده، هي كانت أول قصة أو أول عمل روائي للأطفال لكامل الكيلاني، وبعد كده قدم سلسلة كبيرة من الكتب والقصص للأطفال، عددها يمكن بيوصل ل 250 قصة، من أشهرها مصباح علاء الدين وروبنسون كروز ووحي بن يقظان ونوادر جحا وغيرها من القصص العظيمة والخالدة. وبمناسبة كتب الأطفال كمان، يمكن زي ما عودنا حضراتكم دايما أن بيكون عندنا سؤال تفاعلي على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، عندنا سؤال بيتكلم بموضوع ذات صلة بقصص الأطفال وأدب الأطفال، بيقول احكي لنا عن أول قصة قريتها وانت صغير وفاكر منها ايه. طبعا منتظرين اجاباتكم على صفحاتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام كمان، لكن هسأل بسنت السؤال ده، لو تفتكري كده ورجعنا بالذاكرة، يعني فاكرة اول قصة قريتيها واستفدتي منها ايه تحديدا يا بسنت؟ اول قصة لا بصراحة مش فاكرة، ويعني اخدت وقت شوية عشان افتكر القصص يمكن اللي انا قريتها وانا صغيرة، لكن انا كنت دايما بحب القصة اللي فيها رسومات. وانت دلوقتي بتقول السندباد البحري، انا كمان كنت بحب اقرأ عن سندباد قوي وبحب أشوف الصور بتاعته. صحيح. جدا، وكمان مغامرون الخمسة، وكنت مبسوطة قوي انبسطت إن هم عملوا منها كرتون. في الحقيقة في حاجات كتيرة قوي عقلة الأصبع، حاجات كتيرة فعلا كنت بحب أقراها، بس دايما كنت بحب أشوف الحاجات اللي فيها صور. وكنت بتضايق قوي لما كل ما بكبر حتى في كتب المدرسه يبتدوا يقللوا الصور، كنت بحس ان انا ايه ده انا بكبر، فمع كل سنه بتكبر فيها تلاقي الصوره يا صغرت يا اختفت. صحيح. انت بقى احكي لي بتحب او ايه القصة؟ انا مش يعني انا زيك بالظبط، اكيد مش فاكر بالتحديد اول قصه انا قريتها، لكن افتكر اعمال كتيره قوي. يعني واحنا بنتكلم النهارده على الموضوع، او يمكن لما رئيس تحرير الاستاذ محمد معتصم قال لنا ان احنا هنبقى ده الانترو بتاعتنا بمناسبه معرض الكتاب، عارفه اول ما قال كده في فلاش باك كده حصل لروايات وقصص كتيره قوي بدات بكان يا مكان. يعني اول او ابسط انواع ادب الطفل اللي كنا بنتعلمه، القصص اللي كانت بتتحكي، كان يا مكان يا سعد يا كم، كل دي كانت بالنسبه لي قصص. كل دي كان من وراها دروس مستفاده، لان في حياه الامر ادب الطفل بيبدا ببساطه بحكايه كان يا مكان والقصص الشعبيه البسيطه، وكمان بنتكلم على حكايات قبل النوم
تحديدا يا بسنت، وده بيكون السبب منها غرس القيم والاخلاق حقيقي. وتعريف الطفل بنفسه كمان، ده في اول دايره لي. بعد كده الدايره بتبتدي توسع، يعني ده اللي انا اكتشفته بقى لما كنت بحلل، ده الدايره ابتدت توسع، ما بقتش فكره كان يا مكان، لا ابتدينا ان احنا نخرج من دايره حكاوي الاسره او حكاوي ماما وبابا قبل النوم لدايره اكبر شويه، وهي دايره القصص اللي كنا بناخدها في المدرسه زي الارنب الذكي، الكتكوت الفصيح حقيقي. الحاجات دي كلها صح. بدانا المدرسه تدينا برضو قيم واخلاق بس من منظور مختلف. بعد كده اصبح الموضوع بيكبر اكتر، ما بقاش قيم واخلاق وتعريف الطفل بنفسه، لا اصبحنا بيغرسوا فينا معاني الوطنيه والانتماء تحديدا من خلال القصص اللي احنا يمكن بقينا نعرفها او بقت بسكوب اوسع شويه. عجبني قوي اللي انت قلته من شويه، كان يا مكان مهم قوي قوي لما بنيجي نكلم اي طفل او نكتب ليه كتاب، ان هو صحيح. يكون بيخاطب مجتمع الطفل ده، يعني ما ينفعش ابقى انا طفل عربي بشوف مثلا دايما حاجات غربيه، لازم حاجه تناسب عمره وتخيلاته وسنه وبيئته كمان صحيح. يعني بزعل قوي ان احنا النهارده يمكن لو هتكلم على حاجه اوسع شويه مش بس الكتب، يمكن الكرتون ما بقاش عندنا، يعني كنا حتى احنا متربيين على بكار الحاجات الحلوه بكار دي، نفسه كان في دروس في كل حلقه ومصري جدا صحيح. قيمه مصريه، هويته مصريه، بيخاطب الطفل المصري، يعني حتى الطفل اللي كان شقي شويه فيه مش فاكره اسمه كان ايه، فهو يعني حتى بيقولك انه مثلا حسونة بدل بيقولك بكار كان النموذج بتاع الطفل الكويس، فازاي بيعلم حسونة، لا حسونة ما ينفعش، فده اللي احنا عايزين نبقى بنشوفه اكتر. وحتى القصص بتاعت جحا، فاكره الحاجات اللي احنا كنا بنتعلمها من جحا، وازاي اللي هو يمكن كان في بعض المواقف بيتعامل فيها بغباء، وبعض الاماكن اللي المواقف اللي كان بيستنصح فيها كان كل قصه في من وراها حكايه. الارنب الذكي ازاي قدر اللي هو، ودي كان بالمناسبه لكامل كيلاني يعني العظيم الروائي العظيم طبعا، يعني رائد الادب الخاص بالاطفال. حتى كانت القصه دي انا فاكر الارنب الذكي دي تحديدا كان بيقول لك ازاي مكر الذئب قدر اللي هو الارنب رغم بساطته اللي هو يعمل حيله، يعني اقول ايه، تكون اكبر من حيله الذئب ليه. بس انت رجعتني الايام بجد حلوه قوي، والقصص انا عايزه صحيح. ارجع اقراها تاني. خدوا اولادكم وروحوا معرض الكتاب وخلوهم ينقوا كتب بنفسهم، وابتدوا اقروا معاهم الكتب دي، وتاكدوا ان الكتب دي كمان بتخاطب يعني عقل اولادكم، لانه مهم جدا ان هم يطلعوا بفايده من الكتاب ويتعلموا حاجه جديده. بس قبل ما ياخدوا اولادهم ويروحوا معرض الكتاب، نرجع تاني لحكاوي كان يا مكان وألف ليلة وليلة اللي كانت بتتحكي زمان في السرير قبل النوم، لأن دي فعلا يعني لو تعلمون ليها أثر، وأثر كبير جدا في نفوس الأطفال نفسهم، وفكرة اللي احنا نبتدي نرجع تاني الاحتواء بتاع الأسرة المصرية. دلوقتي الأب والأم بيهملوا أولادهم وبيسيبوهم على اليوتيوب، وخدوا بقى القصص اللي انتوا عاوزينها من هذا الموبايل وعيشوا انتوا، وبعدوا بقى عن دماغي، أنا عندي ضغوطات الحياة. أبدا، ده انت مش عامل كنترول هو هيعلمهم صح ايه صح. مش عارف القصة اللي بياخدها، يمكن بس انت قالت حاجة في منتهى الأهمية، فكرة الهوية المصرية. القصة اللي بتجيله دي، هل القيم والعادات والتقاليد اللي موجودة فيها هي قيم وعادات وتقاليد تتماشى وتتناسب مع القيم والعادات والتقاليد المصرية ولا لا؟ لا، وفي كمان تفاصيل بتبقى جوه كل ابلكيشن لوحده، يعني كان لسه صحيح. بيعرضوا في ابلكيشن كده معين ان بيعملوا بس تو كومس كده بيطلع حاجات غريبة، فبلاش الأطفال، يعني عمرك ما هتقدر تعمل كنترول على حاجه زي دي، وعمرك ما هتبقى ملم بكل حاجه، يعني مهما كنت انت شاطر وفاهم في التكنولوجيا والكلام ده كله، عمرك ما هتبقى ملم بتفاصيل القصص دي كلها، ومش هتقعد برضو تتفرج على الكرتون ثانيه بثانيه ولحظه بلحظه. زي ما انت قلت مهم جدا ان احنا نبقى جنب، بالظبط جنب كلكم راعي، فجنب اولادنا، ولكن مهم كمان ان احنا نشجع زي ما انت قلت يا احمد، او ان احنا نرسخ الهويه المصريه والعربيه عند صحيح. اولادنا. انزلوا معرض الكتاب، خلوا اولادكم يختاروا الكتب بتاعتهم اللي هم حابين ان هم يقروها، عشان لازم يخلصوها، حط لهم كده وقت عشان يخلصوا فيها الكتب دي. واحنا عايزين نعرف اجابات حضراتكم على سؤال حلقتنا النهارده. اول احكي لنا عن اول قصه قريتها وانت صغير كانت ايه هي؟ هنستعرض اجاباتكم خلال الحلقه النهارده، طبعا من خلال الكومنتس اللي هتكتبوها على صفحتنا على فيسبوك. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، بنصبح لحضراتكم.